الحمد لله على الانتصار ديال اليوم. كنبغي نشكر الجماهير المغربيه اللي حضروا بكثافه الملعب، هادشي ما غريبش على الجماهير المغربيه. انتصار اللي جا من بعد الاقصاء في الكام، الحمد لله انتصار مهم اللي غادي يخلينا اننا نحضروا الاستحقاقات المقبله ان شاء الله في أرياحي. وبطبيعه الحال الجماهير المغربيه اللي كتبغي الكره وكتحب الكره، كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم الدائم، وان شاء الله مازال عندنا مقابله ديال موريتانيا ان شاء الله نحضروا لها ونحققوا فيها نتيجه انتصار ان شاء الله. Always nice to see a lot of Moroccan fans with a lot of good support. We are happy that we win the game and we're going to focus on the next game inshallah. On était bien concentré, كان عندنا لا بوسيسيون، جاونا بزاف ديال لوكازيون سورتو في بروميير ميتون، كنا نقدروا نسجلوا في الاول باش يسال علينا الماتش. من بعد ما طلقناش لي شانجمون عاونونا، الدخله ديال سفيان حتى هي عاونتنا، فرحان من الدخله ديالو، دخل بان بون ايتا ديسبري، هادشي اللي كنبغي. وشفنا يا دي نوفو جوور كي سون تري جون تيوما اللي دخلوا، بن سيغير اليوم، عزوزي، امير، بون كنعرفوهم. سي ان ايكيب كي ان بوتونسييل في لو فيتور، الحق بحال اللي قلت خصنا نزربو باش يهزو دغيا ليكسبيرونس، باسكو اللي غاتجي خصنا اوسي دي جوار ديكسبيرونس باش نديو ان شاء الله دلا كوب دافريك في الدار. مي سي ان ماتش بوزيتيف غنتعلمو بها، غنتعلموا من ليفيكاسيتي مهمه خصنا نخدموا عليها وان شاء الله غيكون خير. المباراه كما شفتوها كانت مباراه جميله جيده، اللاعبين قدموا مستوى طيب، كاين عندهم الافضل لانه تتعرفوا ما المجموعه اللي دخلت من البدايه ما عمرها لعبات مع بعضها المباريات، تمرنوا يمكن ثلاثة ايام، فالمستقبل ديال كره القدم المغربيه تنظن بخير، احتياط ولا عندنا احتياط، غيبقى اننا كانوا يمكننا نسجلوا اهداف كثيره في الشوط الاول، على الاقل واحد هدفين ولا ثلاث ما سجلناهمش، الشوط الثاني استطعنا نسجلوا، تنظن بانه العمل تينتظرنا كبير، والمستقبل ديال المنتخب المغربي تنظن في ايادي امنه بحكم تواجد عدد كبير من اللاعبين الشباب، نتمنوا من الله ان المستقبل في الجاي والمباراه الجايه يكون مستوى احسن، باش من احسن لاحسن ان شاء الله.